لأهل الإيمان الذين اجتمع فيهم وصفان. وهنا يجب أن نفرق بين معرفة أهل العلم وغيرهم. أهل الإيمان ما اجتمع فيهم وصفان: العلم والعبادة. والذي يجتمع فيه هذان الوصفان وينال منهما نصيبا عظيما وييسر الله عز وجل عليه فيهما معا، فإن هذا من أندر الناس، وقل ما يجتمع في امرئ هذان الوصفان. حتى قال بعض أهل العلم: إن من اجتمع فيه العلم والعبادة فإنه أندر من الكبريت الأحمر، لكون العلم قد يشغل المرء ويعلمه الرخص فيبتعد عن العبادة، أو يكون العلم سببا لكسب حظ من الدنيا. وأما المنشغلون بالعبادة فإن كثيرا منهم يزهد في العلم. عندما نتكلم عن أهل الإيمان فهم الذين جمعوا هذين الوصفين. إن من نظرنا في طريقته فيه الوصفان لكن أقل، وكلما طال بك الزمن وجدت من اجتمع فيه الوصفان أقل. نعم، قد تجد صاحب عبادة وقد تجد صاحب علم، لكن لا تجد من يجتمع فيه الوصفان إلا أقل القليل. إذا وجدت من اجتمع فيه هذان الوصفان فاسأله عما يفتح الله عز وجل عليه في أمور أفعال القلوب وما يجده من الأنس بالله عز وجل. هذا الأنس يفتح الله عز وجل على بعض العباد في بعض المواضع، عندما تكون في عرفة تنقطع إلى الله عز وجل وتفعل بعض العبادات على علم وبصيرة. واعذروا لي إن خرجت قليلا، أقول على علم وبصيرة لأن الجاهل عندما يأتي في عرفة يقوم يصلي ركعات، يقول ما يجوز لأنه وقت نهي، لأنك جمعت الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر على أصح قول أهل العلم، أن الصحيح أنها متعلقة بالصلاة لا بالوقت. وبعض الناس يسجد فنقول هذا مخرج على الخلاف، هل السجود عبادة مستقلة أم أنها صلاة، هل هي صلاة أم ليست صلاة، وهكذا من المسائل. فالمقصود أن من دعا الله عز وجل على علم وبصيرة وأتى بالأوراد المشروعة الواردة من جوامع الكلم وتفكر في معانيها، فإنه سيجد من قلبه في قلبه أنسا وانشراحا وإقبالا ما لا يجده غيره.